فيفي عبده والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، انت عامله لنفسك كده حاله. البعض بيقول، خليني اقول لك بوضوح يعني ايه اللي بتعمله فيفي عبده. تعال نشوف يعني، انت عامله بعض حاجات ساعات احيانا فيها رقص وفيها يعني، خلينا نشوف كده ادلع الدلع ده، نشوف ال عايزين ندلع الدلع ونشيص الشيص وندقلق المبعرجين بقى، ويلا بقى اشتات وعسلات وفلات من مصر ومن الدنيا. عايزين ندلع الدلع ونشيص الشيص وندقلق المبعرجين اللي مش عارفين يمشوا، لازم الرياضه واللياقه. ويلا يا ميدو نتقابل فين؟ في الليد. واللي مش عاجبها تقصر وتلم المتكسر وتحط السليم على جنب، واللي بجمالي تفعل افعالي، واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها. ايه ده مدام فيف ده؟ البعض هيقول لك يعني، يعني ايه ده؟ ايه علاقة ده؟ أنا يعني انت بحرك اما ان الست. تقدمي فنا، ما هو اصلا مش هيبقى ده يعني افيهات كده بتموت يعني، طب ما انا ولا يجب للفنان يعني اللي هيبقى مسرحيه تعمليها، فيلم لا، وانا ما بتعمليه. بعملش لا مسرحيه ولا بعمل فيلم. طب ايه بقى ده؟ وانا ده لما اقول ظاهره. للست، لما اقول للست قومي خليكي رشيقه كده ودلعي الدلع، يعني اطلعي يعني اعملي في بيتك، قومي خليكي نشيطه، والمبعجره دي ما فيش داعي، خفي خفي تستفيدي. طب هو انا ايه اللي عملته غلط؟ عامله حاجه غلط؟ مش عامله حاجه غلط. لا يعني البعض يعني طب خليني اقول لك يعني، يعني كلنا في مراحل زمنيه معينه ممكن اعمل حاجه، لكن بعد شويه اقول لا سني لم يعد مناسبا لها. ما بتقوليش ده يعني؟ انا شخص اي حد يقول ده لا يتناسب شويه يا جماعه، لا خلاص بقى يعني، انا فيفي عبده لازم ادي لنفسي شويه وقار وبتاع. يا استاذ انا كل وقار وكل احترام وكل ادب وكل ذوق، كل حاجه فيها حلوه، بس ما فيش مانع ان يبقى دمي خفيف وليا جمهور صغير بيحبني وليا ستات بتحبني وليا ستات انا قدوه بالنسبه لهم ورشاقتي قدوه بالنسبه لهم، وان انا لما خسيت ناس كتير قوي خست، وانا لما بتكلم على اللياقه بقت الناس كلها حابه نفسها وحابه تبقى عندها لياقه. هو ده ايه المشكله؟ ماله ومال السن؟ هو انا لازم امسك لك عصايه وامشي اقول لك انا عندي مليون سنه؟ لا مش لازم. ايه يعني انت شايفه انك ايه دخل السن لازم؟ يا استاذ لا بتكلم، وائل؟ انا بتكلم ما يناسب كل مرحله. يناسب البعض وانا ممكن بعمل يشوف ايه؟ ده ايه، وانا بعمل ايه؟ انه شويه مناقض للوقار اللي يجب ان يكون في اللي في مرحله زمنيه وقار معينه. اما اكون وزيره اخلي ابقى وزيره. انا ست فنانه ما انش وزيره، لا هلبس الجرافطه ولا راح الصبح الوزاره، انا ست فنانه وده فني بتعامل فيه بكل اشكاله. لا بس انت دلوقتي في عندك مدفعيه فيديوهات بتطلقيها بشكل كبير. الله، انا ست محبوبه والناس كلها بتحبني، اقول لهم بلاش تحبوني عشان خاطر انت السن بقى، وانه لازم يبقى وقار ولازم اقعد عامله كده ولازم اكلمك بالشوكه والسكينه يعني عشان يبقى وقار؟ لا انا بتكلم على طبيعتي، وهو اللي انا عاوز اقوله بقوله. طيب طب بتعملي الفيديوهات دي ليه؟ وايضا الفيديوهات، بعض المشاهد لسه اللي هنشوفها، ايه الهدف؟ الهدف ان انا اكون سعيده واسعد اللي قدامي، انا اكون سعيده واسعد اللي قدامي. يعني انت بتبقي مبسوطه وانت طبعا بتعملي ده؟ طبعا، والا ما كنتش هعمله. انا بسعد نفسي وبسعدهم، ببقى قدوه بالنسبه لهم. يعني لما اقول لها قومي واعملي لياقه واعملي رياضه واعملي، وانا بقول لها روح شمي، خدي الكيلو هيروين اهو يا اختي، حطي مناخيرك شميه، ما بقولش حاجه. بس بتستخدمي يعني مصطلحات مصطلحات الدلع المنتهى. وماله هندلع الدلع؟ ما محطوطه ندلع الدلع، كل الناس بتقول ندلع الدلع ونشيص الشيصه، فيها ايه؟ طيب فيها هات ايه؟ لنا يا ابني المستند التاني كده بتاع انت الهزار، عمال تجيب لان لي مستندات يا استاذ ظاهرة وائل، فيديوهات، هو في ايه بالظبط؟ ظاهرة فيديوهات فيفي عبده المنتشرة ده انت جايبني في مفرمه على مواقع بقى. التواصل. طيب لا، ده انا هفوق لك بقى يا استاذ. جاكو فريرو جاكو دور ميفو دور بيفو، سلولي ماتينا سلولي ماتينا، دين داندو مدام جامبو مسيو كرشو، فريرو جاكو فريرو جاكو دور بيفو دور بيفو، سلولي ماتينا.
المدينة. الكلام ده مدام فيفي ايه بتاع فيريرو جاكو ده كلام ده فيريرو جاكو دي انا اتعلمتها من بنتي عزه كانت في المردي دي فكنت اقول لها ماما خدتي ايه تقول لي كمان حفظنا نشيد في المدرسه فاقول لها حفظ قولوا لي حفظتي ايه فحفظتني فيريرو جاكو وانا خلصت كل الانجليزي اللي عندي مع كل اصدقائي والفريند بتوعي فحاولت ادخلهم حته فرنساوي عشان بس نوعا من التغيير يعني عشان اغير بس بس يعني بعمل يعني إيه؟ شكلا ومضمونا في النهايه طبعا يعني من حقك تعملي اي حاجه بس كمان الناس زي ما يعني الفنان الناس بتحاسبه على ما يقدمه يعني ده يعني ده يليق ما يليقش ده في اسفاف إيه؟ ولا لا كوني بقول فيريرو جاكو انت تعرف يعني معناه ايه فيريرو جاكو طب ما هو ما فيش حد بيعمل ده الا انت لا عشان كده انا مميزه يا ريت كلهم يعملوا كده هيلاقوا كل الناس تحبهم ما بتخافيش ده يقلل شوية لا ما قلتش بالعكس ده دوت عامل لي نشاط ما بعده نشاط وحب ما بعده حب وطبيعية وعاوزة على قلبي حاجة عاوزة أقولها بقولها وبتناقش مع الناس بمنتهى البساطة وبحبهم والبنات كلها بتحبيني لأن أنا بحب النصيحة لأن البنات دي بعتبرها أولادي وكل شاب أنا بعتبره ابني لما بتكلم معاهم بتكلم من خلال الأم يعني أنا ما بعملش حاجة الرقص انا بحبه دي مش عاوزه كلام ده شغلتي لكن بقيت ما بتكلم معاهم في كل حاجه عامه بنتكلم في كل المذاكرات يعني مثلا لما يكون عندهم امتحانات اولا اقول الف مبروك لكل الناس اللي امتحنوا الايام اللي فاتت دي الف مبروك للي نجحوا وهارد لك للي جاي وربنا معاهم يعني انا متابعاهم بيذاكروا امتى بيخلصوا امتى امتحاناتهم امتى امتى اخش لهم امتى ما اخش لهم يعني انت بتتواصلي كده مع الناس طبعا طبعا ملمه بيهم ما بضيعش وقتهم على الفاضي يعني مثلا لازم يناموا بدري ما اطلع لهمش انا متاخر عشان خاطر ده لازم يناموا يذاكر فانا عارفه امتى اطلع لجمهوري وامتى ما اطلعش لجمهوري في عندي حاجه اسمها اونلاين بخش لهم منه او ما اخشش وانت يعني بالتواصل ده والبث المباشر مع الناس كده ده بيحقق لك اللي انت عايزاه يحقق لي ويحقق لهم هم يعني انا بحقق لهم من خلالي انا انهم يخلي بالهم من مذاكرتهم يخلي بالهم من انهم يبقوا كويسين يبقى نصائح فيفي عبده لهم طبعا بتطلعي لهم خبره الحياه طبعًا. يعني اللي عندي هو بس اللي عندي خمسه مواو ايوه بقى ويلا بقى لا بقول كلام كتير جدا وبنصح الناس في حاجات كتيره جدا 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 طيب هطلع الفصل الاخير بس بعد كاس العالم مش هتبطلي خمسه مواو لا مش هبطل ويلا ده بقى وايوه بقى لا ده قبل كاس العالم انا هبطل كاس العالم لكن مش هبطل خمسه مواو ولا يلا بقى ولا ايوه بقى هنكمل معاكم بعد الفاصل ده الفاصل الاخير